عمي في موضوع. شو القصة توينكل؟ عمي القصة بصراحة إنه أنا كيف ممكن أحكي مع عمي عن هالشي؟ أنا كتير مترددة بس ما فيني أعمل شي حتى أتأكد من هالقصة تماما. شو بنتي كأنك مزعوجة؟ عمي هي شو هي؟ مرحبا، أنا صرت هون، أنت وينك؟ كل شي بهدول الصور أبداً مانو صحيح، هدول الصور مطبقين. عمي أنا رحت لهيسار مشان الشغل، ولما رجعت على الفندق طلبت شاي لغرفتي، وهي البنت كانت موظفة بنفس الفندق. شكرا. وبعد ما شربت الشاي أنا فقدت وعيي تماما، وبعدين لما فقت لقيت هي البنت عندي بالغرفة، ومن وقتها صارت تحاول إنها تبتزني، وعم تقول إنه عندها كمان فيديوهات، وإذا ما عطيتها مصاري فهي ناوية تنشر الفيديوهات وتفضحني.